مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من المواجهه. النهارده كالعاده في بدايه الحلقه هيكون عندنا تغطيه اخباريه لاهم الاخبار والاحداث، وبعد كده مواجهتين. الاولى هنتكلم فيها عن المشروعات القوميه في وزاره الري، وفي مقدمتها مشروع تبطين الترعه كاحد اهم المشروعات القوميه اللي بتنفذ في الوقت الحالي. ضيفي في المواجهه دي هيكون معانا في الاستوديو مهندس شحته ابراهيم، مساعد وزير الري للمشروعات القوميه. اما المواجهه الثانيه فهتكون قراءه في عدد من الملفات المحلية اللي بتهم كل المواطنين، ومنها طبعا مبادرة حياة كريمة ومشروعات الإسكان المتنوعة وأثرها على توفير سكن كريم لكل المصريين. هتكون ضيفتنا الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي، عضو مجلس النواب. الأول هنبدأ بتغطيتنا الإخبارية، وهنبدأ بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، واللي بتتواصل معدلات إنجاز المشروعات المنفذة ضمنها في مختلف المحافظات وسط متابعة يومية من المحافظين والمسؤولين في الدولة. ده بيأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية المستمرة بإجراء المراجعة الدقيقة المنتظمة لكافة الأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة لضمان مستوى الأداء والتنفيذ طبقا للمعايير الحديثة لكافة قطاعات المبادرة. احنا معانا على التليفون أستاذ مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وأحد سفراء مبادرة حياة كريمة. أستاذ مصطفى مساء الخير وأهلا بيك. مساء الخير أستاذ رحيم، أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني خلينا نبدأ من التوجيهات الرئاسية بإجراء المراجعة الدقيقة المنتظمة لكل الأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بالمبادرة. قولي بتقرأ هذا الاهتمام وهذه المتابعة الشديدة من الرئيس إزاي؟ حقيقة يمكن كل يوم السيد الرئيس بيوجه بالتدقيق والمراجعة وتطبيق معايير القياس والأداء والخدمات تقدم بشكل فيه جودة عالية. ده يمكن شفناه من أول يوم من خلال وزارة التخطيط واللجان المشكلة من قبل معالي وزارة التخطيط وباقي الوزارات المعنية، لكن يمكن بشكل عام أو بشكل كان في تكليف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء لوزارة التخطيط بأداء مؤشرات القياس والجودة في الخدمة. النهاردة يمكن فخامة السيد الرئيس بيأكد هذا المعنى، أن مش هتقدم خدمات فقط، هتقدم خدمات بجودة عالية بيطبق فيها جميع معايير الدولية. بنشاهد بشكل مباشر في الوحدات الصحية والمنشآت الحكومية وكافة الإنشاءات سواء في البنية الأساسية أو التحتية معايير على أعلى مستوى، طرق جديدة في القياس و طريقة الإشراف اليومي واللقاءات المجتمعية والرقابة المجتمعية أيضا من الأهالي وبالشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة وباقي المؤسسات المجتمع المدني الشريكة. كل ده بيأكد على تقديم خدمة متميزة لكل المواطنين في الريف المصري. يوم عن يوم يا أستاذ مصطفى بتتواصل الجهود لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في القرى المصرية في إطار المبادرة، يعني شايف ده إزاي؟ خليني اقول لحضرتك ان الحقيقه في تطور بنلمسه بشكل كبير جدا في القرى المستهدفه في المرحله الاولى في ال 1400 قريه من اجمالي 4500 قريه يتم العمل عليهم في ثلاث مراحل او على مدار ثلاث سنوات. تحديد الموازنه الضخمه لهذا المشروع فيما يقرب او يتعدى المبلغ 700 مليار جنيه لخدمه ما يقرب من 58 مليون مواطن، في تطور بنشاهده في حجم انجازات تصل ببعض القرى الان الى اكثر من 70% من المشروعات اللي بتنفذ. كم المواطنين والعماله اللي استفادت من المشروعات على الارض الواقع من اهالينا في القرى ما يقرب يمكن من 300,000 مواطن سواء من المقاولين المحليين او العماله اللي بتشتغل بشكل يومي واللي بيتم الاستفاده منهم وقدراتهم وتدريبهم على بعض الحرف والمنتجات والتصنيع المحلي. كل ده بيعمل طفره اقتصاديه ودوره اقتصاديه كبيره جدا في القرى وفي الريف المصري، وده الحقيقه بيعود بشكل مباشر على المواطن. لما بنتكلم عن بعض الخدمات اللي بتقدم الان من قوافل طبيه بشكل يوم وتحسين الجوده والخدمه الطبيه من المجتمع المدني ومن وزاره الصحه ومن كافه الجهود اللي بتحصل سواء الدوله او القطاع الخاص والمنظمات الاهليه، هنا بيحصل طفرة كبيرة جدا في هذا القطاع. وهناك الكثير من القطاعات سواء التعليم المجتمعي أو التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة متناهية الصغر
يعني الحقيقه يمكن كل يوم بنشاهد الان في القرى المستهدفه توزيع مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر من جهاز المشروعات ومن الجامعات الخيريه ومن وزاره التضامن، برنامج فرصه من خلال وزير التضامن الدكتور نبيل القباش، واللي بيحصل يوميا كل ده تعديل للمستوى او تقليل من حد مستوى الفقر في القرى، وتغيير الدوره الاقتصاديه اللي بتحصل للفلوس دي، لان النهارده الناس بتشتغل في اهالي القريه، بنضيف خدمات، بنفتح خطوط انتاج جديده، بنطور مستشفيات وحدات صحيه، فخدمه طبيه مختلف تماما. اي مواطن النهارده في القافله الطبيه بوجود الجامعات وبوجود الجامعات الاهليه، احنا يمكن على مدار الاسبوع الان بنطلق اكثر من 12 قافله في 12 قريه اسبوعيا، بيتم تحويل كافه التخصصات والمرضى الى افضل المستشفيات المتطوع اجراء العمليات بالمجان، حصر وقاعد بيانات كامله لكل الامراض الموجوده، اطلاق مبادرات جديده، توظيف وتوزيع مراكب صغار الصيادين، وانشاء مصانع الاستكاك والحرف التراثيه واليدويه، كل ده بيعمل حراك كبير جدا اقتصادي داخل القرى وداخل الريف المصري، فبيستفيد منه كل الاهالي داخل القرى. بالتاكيد يعني من اهم الاهداف الاستراتيجيه المبادره يا استاذ مصطفى تحسين المعيشه والاستثمار في البشر. صحيح. زي ما حضرتك كنت بتكلمنا، كلمني عن مؤشرات، عن امثله مثلا لاحظتوها نقدر نقول ان الهدف من المبادره دي شفتوها بيتحقق على الارض. خليني اقول لحضرتك بشكل مباشر، سواء في تطوير العنصر البشري وبناء الانسان و الاستثمار في العنصر البشري، النهارده كل اللي بيحصل من خدمات على الارض ورفع كفاءه وسكن كريم ومشروعات بنيه اساسيه وتحتيه وتقليل حجم الامراض اللي كانت منتشره، تبطين الترع في حد ذاته قل الكثير من المشكله البيئيه اللي كانت بتحدث في الريف المصري. لما بنتكلم عن مشكله صرف صحي، وان احنا النهارده بنتكلم على توصيل مياه نظيفه وكهرباء واسقف للمنازل، كل هذه المشكلات اللي قعدت اكثر من 40 عام في الريف المصري، وكان دايما يعني الجهات الخارجيه والجهات المموله وكثير من اللي كانوا بيستهدفوا بلدنا بيركزوا على هذه المشكلات وبيركزوا على المناطق العشوائيه. لما حضرتك بتنزلي تشوف النهارده اشكال العمل والتطوير والبناء اللي بيحصل، ده بيعود على الانسان في تعليم، فرص تعليم افضل لاولاده، ده بيعود عليه في فرص عمل افضل، يقدر يكون دخله افضل بكثير من ما قبل المبادره الرئاسيه حياه كريمه. كل تشبيك الجهود اللي بتحصل من المجتمع المدني وفتح افق كثيره لبعض المنتجات اللي كانت في الريف تم اندثارها واهمالها، الان بنعمل على تصديرها وبنعمل على فتح خطوط للتصدير لبعض الدول الاوروبيه وبعض الدول العربيه. كثير من هذه المنتجات ايضا الان بنعمل مع المراكز البحثيه وكليات الفنون التطبيقيه والجميله على تطوير لطرق العمل والانتاج فيه. فالحقيقه ده بيعود على الانسان بشكل مباشر في طرق كثيره جدا، ولقينا كمان بعضهم بيشترك في مبادرات لتطوير القدرات بتاعتهم في تنميه مهاراتهم والتكنولوجيا ومحو الاميه التكنولوجيه، فاطلقنا مبادره الاشتراك فيها 100,000 من شبابنا في القرى حياه كريمه بالتعاون مع اكبر الشركات العالميه ومؤسسات حياه كريمه. بنطلق دورات تدريبيه الان مع وزاره الشباب والرياضه عشان يبداوا يشاركوا من خلال مراكز الشباب ويبداوا ياهلوا نفسهم لسوق العمل، ونوفر لهم فرص عمل في محافظاتهم وفي قراهم عشان نقلل الهجره من الريف الى الحضر. فكل هذه المؤشرات والعوامل بتحد من الفقر، بتوطن اهداف التنميه المستدامه 2030، سواء في الجزء الخاص بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والطبي والتعليمي وايضا البيئي، زي ما كنت بكلم حضرتك عن فكره تبطين الترع والمصارف وقد ايه كانت بتسبب امراض ومشاكل لاطفالنا ولاهالينا في الريف المصري. اكيد يعني في الاخر ما اقدرش اختم مع حضرتك من غير ما اسالك يعني عن اخر بقى المبادرات او المهام اللي بتنفذها ونفذتها مؤسسه صناع الخير في اطار المبادره الرئاسيه حياه كريمه. الحقيقه ده دايما كل مره مع حضرتك بنقول عن احدث عن الجديد يعني. احنا اطلقنا بالامس مبادره مراكب الرزق لدعم صغار الصيادين في قرى حياه كريمه. وزعنا حتى الان 100 مركب بادواتهم كامله، ادوات الصيد وثلاجات لحفظ الاسماك، والتعاقد على ان احنا بنسوق منتجاتهم من الاسماك دي مع بعض الفنادق وبعض المطاعم القريبه من مراكب الصيد. احنا سلمنا في صمت بحري في قنا، وسلمنا في العزيزيه في اول دفعه في العزيزيه في منزله في التاهليه، وان شاء الله هنسلم الشهر القادم في 9 قرى في النوبه في اسوان، وان شاء الله هننتقل بعدها الفيوم ثم البرولوس
ورشيد في البحيره، فالمبادره ان شاء الله تستهدف 5000 صياد على مدار 3 سنوات في حياه كريمه، صغار الصيادين اللي السيد الرئيس اشار اليهم وقال احنا عاوزين ندعمهم وندربهم ونحافظ من الصيد الجائر او بعض استخدام ادوات الصيد اللي ممكن تقتل الثروه السمكيه، كمان هنديلهم ذريعه من الاسماك في بعض المناطق. ايضا اطلقنا مصانع الامل لتطوير حرف السجاد اليدوي والحرير والصوف والكليم، وان شاء الله بنعمل الان على التصدير لبعض الدول الاوروبيه، فتحنا مصنعين الحمد لله حتى الان في الفيوم تم الانتهاء من الاول، وتوفير اكثر من 280 فرصه عمل لبعض السيدات اللي يمكن بيمتهنوا حرف السجاد اليدوي والسجاد الحرير، وبنفتح كمان مصنع في الفيوم، وان شاء الله هننتقل بقى لتسع القرى المستهدفة في نصر النوبة، هنبدأ نشتغل على تمكين اقتصادي وتطوير الحرف التراثية واليدوية من الخزف وبعض المشروعات الخاصة بالسجاد والكليم، كل أنشطة أهالينا في النوبة من الحرف التراثية واليدوية هنعمل على إعادة تطويرها وتأهيلها ورفع كفائتها، والعمل أيضا على تصدير منتجاتهم خلال 3 أعوام القادمة بإذن الله. إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى زمزم، دايما بالتوفيق ودايما الحقيقة مبادرات يعني بنفتخر بها. بشكرك رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير ومن سفراء مبادرة حياة كريمة الأستاذ مصطفى زمزم. هنروح للمشروع القومي للتبرع بالبلازما واللي بيحظى بدعم واهتمام رئاسي كبير في ضوء مبادرة الرئيس السيسي للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. النهاردة وزارة الصحة أعلنت عن استقبال 1320 متبرع بمراكز تجميع البلازما. لتفاصيل أكثر عن تطورات العمل في هذا المشروع معانا على التليفون دكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما. دكتورة مساء الخير، وقولي لنا إزاي بيتم استقبال بقى المتبرعين بالبلازما وعدد المراكز الموجودة في مصر لتجميعها. مساء النور، ازي حضرتك؟ حاليا مراكز وصلوا لست، الحمد لله 6 مراكز في 5 محافظات على مستوى الجمهوريه. الحمد لله يعني التبرع ماشي بسير منتظم، عندنا دلوقتي حوالي 1400 متبرع تبرعوا معانا لحد دلوقتي في خلال شهر. مواعيد العمل هذه هو ان احنا طولنا. دكتورة نيفين هستأذنك لو تنقلي مكانك بس قليلا علشان الصوت يبقى واضح، لو لسه معانا اتفضلي. اتفضلي كملي يا دكتورة. احسن اتفضلي. طيب مواعيد العمل بقت من 8 الصبح لحد 10 بالليل عشان نقدر نستقبل متبرعين اكتر من كده، وحابين المتبرعين يجوا يشرفونا ويشوفوا الاماكن الوقت، حتى الانتظار اللي بيقضوا فيه بيكون فيه حاجات يعني يقدروا يستخدموها في القرايه والترفيهيه علشان خاطر وقت التبرع يكون فيه وقت مستخدم في وقت تاني، ما يحسوش ان هم جايين في وقت بيضيع يعني منهم. فالحمد لله دلوقتي انا عايزه اكد انه المراكز كل المتبرعين بيتعمل لهم التحاليل الفيروسات اللي بتتاكد على ان صحتهم بصحه جيده، وفي تمام طبي عليهم ودوري في كل مره بيجوا يتبرعوا فيها، وكل الاجراءات الوقائيه بتكون متخذه كمان. والحمد لله دلوقتي ابتدينا نقول ان احنا في الفتره دي بعد مرور شهر من البلازما التبرع اللي تم بيها، الحمد لله نقدر نقول في ناس كتير هتبتدي تستفيد بالبلازما دي دلوقتي بعد ما نبتدي نمشي في اجراءات تصنيعها المشتقات، في مرضى كتير هيبتدوا يستفيدوا منها الحمد لله ان شاء الله. طيب يعني هل في سن معين بيشترط للتبرع بالبلازما او شروط صحيه كمان معينه تكون متوفره في المتبرع دكتوره نيفين؟ هي من 18 ل 60 سنه بنرحب اي متبرع في السن ده. ما فيش شروط صحيه معينه، يعني احنا بنعمل له كل الاختبارات المطلوبه، هو بس لو ما يكون لو بياخد لو هو عنده السكر ما يكونش بياخد انسولين، الضغط يكون منتظم، حتى لو هو مريض ضغط مفيش مشكله، بس وقت التبرع يكون الضغط منتظم. واحنا بنعمل له اختبارات الفيروسات عشان نطمن ما عندوش اي فيروسات. غير كده يعني بنرحب بكل المواطنين. غير ان احنا بحب اكد دايما ان التبرع بالبلازما اصلا بيكون مفيد فعلا للمتبرع كمان، لان هو بيساعد على ان هو ينشط الخلايا الجذعيه عنده، ينشط كمان قدره الجسم على ان هو ان هي يعني جسمه بيتم خلال 48 ساعه بيعوض البلازما اللي اتبرع بيه. طيب مفيده كمان بالنسبه له. سؤال الحقيقه كتير بسمع ناس بتساله، اللي عنده مرض من امراض الدم يعني فقر الدم الانيميا هذه الانواع من امراض الدم يقدر انه يتبرع بالبلازما او بالدم؟ بتفرق يعني ولا ما يقدرش؟
الحقيقة اللي بيكون عنده أمراض الأنيميا مش مرحبين قوي إن هو بيتبرع الكسبة عشان يحافظ عليه من أي ضعف. يقدر ولا ما يقدرش؟ معلش مش واضح صوتك. لا مش بنبقى مرحبين قوي بإن هو يكون بيتبرع، لا عشان يحافظ عليه من أي مضاعفات ثانية. أوكي، لا بالبلازما ولا بالدم؟ تمام. طيب قوليلي المبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء كمان الذاتي من مشتقات بلازما إزاي بتساهم في توفير الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة؟ هقول لحضرتك، إحنا دلوقتي عندنا مرضى زي مرضى الكبد، مرضى يعني الناس اللي بيصابوا بالحروق، مرضى أمراض نزيف الدم، كل دول دايما بيحتاجوا مننا إن إحنا نوصل لهم بصورة دورية مشتقات البلازما. مرضى الكبد زي الألبومين، مرضى الهيموفيليا ونزيف الدم بيحتاجوا دايما نوصل لهم عوامل التجلط، وكذلك مرضى الحروق. فبالتالي الناس دي بتكون محتاجة مشتقات البلازما اللي احنا بنجمعها بتمر بعد كده بعملية تصنيعية، بنحصل منها على المشتقات اللي بنقدر نوصلها للمرضى. ممتاز، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، شكرا ليكي. بما ان احنا اتكلمنا عن المشروعات القوميه في قطاع الصحه زي بلازما الدم، خلونا بقى نروح كمان للمبادره الرئاسيه في القطاع الصحي اللي عكست بشكل كبير اهتمام الرئيس السيسي بصحه المواطنين في اطار رؤيه الدوله الاشمل والاعم لبناء المواطن المصري. الحقيقه كلامي عن المبادرات دي يمكن يكون فيه شهاده مجروحه مني، لكن خليني اقول لكم ان كمان في اشادات بقى دوليه كتير، مقدمتها إشادة مدير عام منظمة الصحة العالمية بمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ووصفها بأنها أكبر مسح طبي في تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانا، ومبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية اللي تم من خلالها إجراء أكثر من 500 ألف عملية جراحية، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها. للحديث عن هذه الإشادة الدولية وأهمية هذه المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، إحنا معانا على التليفون دكتور أشرف عقبة أستاذ ورئيس أقسام البطنة بجامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتور، ويعني إزاي ساهمت المبادرات الرئاسية المختلفة في القطاع الصحي في تخفيف آلام ومعاناة المصريين مع المرض؟ مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. الحقيقة أنه من بداية المبادرات اللي أطلقها سيادة الرئيس للحفاظ على صحة المصريين، وبداية من مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، احنا الحقيقة عملنا نقلة نوعية في علاج المصريين وفحصهم والكشف عن الأمراض والمشاكل الصحية اللي بيعاني. احنا مصر الحقيقه في الفتره اللي فاتت او السابقه يعني كانت فيها مشكله الاصابه بفيروس سي، وكان نسبه كبيره جدا من المواطنين، كنا بنعتبر الدوله رقم واحد في العالم في عدد المصابين بفيروس سي. ولكن من خلال هذه المبادره الحقيقه تم القضاء على فيروس سي في مصر، واصبح دلوقتي هذه المشكله غير موجوده بالمره، وانه كان في ناس كتير بتعاني من مضاعفات فيروس سي، من فشل الكبد والأورام الكبد وكمان سوء في وظائف الأعضاء الرئيسية. الكلام ده الحقيقة احنا يعني انتهينا منه وما عادش فيه مصابين بفيروس سي، والنهارده احنا مش بس عالجنا المصريين ولكن كمان يعني هذه المبادرة الحقيقة امتدت لإخواننا في الدول المجاورة في أفريقيا، وأصبح كمان احنا بنقدم العلاج والتشخيص من خلال هذه المبادرة الكبيرة. كمان الحقيقه انه المبادره امتدت للكشف على الامراض غير الساريه، وغير الساريه اللي هي الامراض الغير معديه يعني، وكان طبعا في الفحص امراض القلب والسكر والمشاكل الصحيه اللي كان بيعاني منها المصريين، واعتلال الكلى وارتفاع ضغط الدم والسمنه، ودي كانت برضو مشاكل صحيه لم نكن نعلم حجمها الحقيقي في مصر قد ايه. النهارده احنا عندنا قاعدة بيانات بتقدر انها توري مصر فعلا ايه مشاكلها الصحية وايه احتياجات مواطنيها من الادوية. التغطية الحقيقة ما كانتش بس مجرد التشخيص، ولكن كمان كانت بالعلاج اللي كان بيقدم للمصريين في هذا الوقت واثناء جائحة كورونا، علشان ما فيش حد منهم يتعب ويروح
يحصل على العلاج بصعوبه، وانما كان بيحصل على العلاج بمنتهى السهوله والفتره كافيه علشان كمان يقلل من معدلات التردد. كمان اهتمت الحقيقه المبادرات بصحه المراه وبالكشف عن سرطان الثدي وصحه الطفل والانيميا والتقزم وضعف السمع. ومش بس كده، لكن كمان كان في مبادرات علشان القضاء على قوائم الانتظار، وكان كتير قوي من المرضى الحقيقه عندهم مشاكل صحيه بتحتاج انهم يعملوا عمليات، وهذه العمليات للاسف انها كانت تاخد وقت علشان تقدر تتم، وانما من خلال هذه المبادره بطعم الحقيقه ان احنا نقدم للمصريين اللي كانوا محتاجين هذه العمليات بدون انتظار، وتم فعلا القضاء على قوائم الانتظار. كمان احنا عايزين نقول انه كان في يعني مشاريع طبيه هايله، هنلاقي مثلا مشروع اللي كنت حضرتك حالا بتتكلمي عليه، بلازما، مشتقات البلازما، مشتقات البلازما، وكمان مدينه الدواء المصريه، ودي اللي بتقدر انها فعلا تقدم الادويه للمصريين حسب احتياجاتهم. وكانت في ادويه كتير قوي مشتقات بلازما كنا بنضطر ان احنا نستوردها من بره وما كانتش متواجده بشكل كامل طول الوقت. كل هذه الحقيقه الى جانب كمان تجهيز المستشفيات والاستعداد اللي على قدم وساق طول الوقت علشان نقدر ان احنا نغطي احتياجات المصريين من المشاكل الصحيه. وحتى اثناء جائحه كورونا تم فعلا تجهيز عدد كبير جدا من المستشفيات على اعلى مستوى، وقدر ان احنا نعالج هؤلاء الاشخاص من مشاكل الصحيه حتى داخل الرعايات المركزه بلا مقابل. وكانت الناس الحقيقه اثناء الموجات السابقه لكورونا بتدخل المستشفيات وتحصل على العلاج، وكمان العلاجات المتطوره، وبتدخل الرعايات المركزه اذا احتاج الامر، وده تغطيه كامله وشامله بدون اي مقابل. ممتاز. ازاي بتعكس يعني هذه المبادرات اهتمام السيد الرئيس بصحه المواطنين باعتبارها ضمن رؤيه الدوله لبناء الانسان المصري يا دكتور اشرف؟ اكيد طبعا، يعني كل اللي ذكرته الحقيقه بيوري بوضوح قد ايه اهتمام سياده الرئيس بصحه المواطنين على انه ده فعلا اولويه. واحنا بنشوف النهارده انه ما فيش اي مشكله في انه اي حد بيروح اي مستشفى يحصل على الخدمات بدون مقابل، وفي نفس الوقت على درجه عاليه جدا من الاستعداد والتجهيز داخل هذه المستشفيات. ايه اللي بتعكسه الاشادات كمان الدوليه بالمبادرات الرئاسيه في قطاع الصحه يا دكتور؟ الاشادات الدوليه طبعا دي شهادات لمصر ولاهتمام الاداره السياسيه بصحه المواطنين. احنا كنا في فتره من الفترات عندنا مشاكل صحيه يعني متراكمه، والنهارده لما منظمه الصحه العالميه بتدي شهاده بتقول ان والله ما تم في هذه الفتره من هذه المبادرات والقضاء على هذه المشاكل الصحيه ووضع خريطه كامله للمشاكل الصحيه للمصريين، ده الحقيقه يعني بيؤكد على انه ما تم فعلا هو انجازات كبيره. ممتاز. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور اشرف عقبه، استاذ ورئيس اقسام الباطنه بجامعه عين شمس، شكرا لحضرتك. نروح لملف آخر حظي بإشادة دولية، وهو برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي اللي أشاد به البنك الدولي في أحدث تقرير له، مؤكدا أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية تكافل وكرامة ومعاش التضامن الاجتماعي أسهمت في تقليل معدلات الفقر بنسبة 5.2% خلال العام المالي 2019-2020. معنا على التليفون الدكتور ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتور مساء الخير، وخلينا نبدأ مع حضرتك يعني برامج الحماية الاجتماعية ومنها تكافل وكرامة، إزاي ساهمت في إرساء دعائم الحماية الاجتماعية؟ مساء النور يا فندم. برنامج تكافل وكرامة، برنامجي تكافل وكرامة طبعا ساهمت بشكل كبير في مادة شبكة الحماية الاجتماعية، لأن من خلال برنامج تكافل الكرامة والضمان الاجتماعي مصر صنعت تاريخ جديد في مد شبكات الحماية الاجتماعية، وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل الأساسي لكل الأسر اللي بتعاني من البطالة والحوادث. احنا قدرنا نوصل لأغلب الأسر في 2021، كان في بداية البرنامج كان نسب الأسر اللي احنا وصلنا لها أو عدد الأسر اللي احنا وصلنا لها
كان ضعيف جدا جدا، كان 63,000، ما يقارب من 63,000 أسرة. دلوقتي البرنامج تكافل وكرامة دخل كل قرية مصرية، دخل في الريف المصري، دخل في الأحياء الشعبية، دخل بشكل مباشر وقوي ووصل لمستهدفينه. ده بإشادة دولية من البنك الدولي إن تكافل وكرامة قدر فعلا في خلال الفترة اللي فاتت إن يوصل للمستهدف الحقيقي ويدي الدعم للمستحقين. طبعا إعطاء الدعم للمستحقين من خلال طبعا إنشاء قاعدة بيانات، إنشاء منظومة ممكنة. من خلال المنظومة الممكنة فعلا ده بنتأكد من الدعم بيصل للمستحقين بكفاءة عالية، إن نسبة كبيرة جدا جدا من اللي داخل تكافل وكرامة هم مستحقين للدعم الفعلي، من خلال طبعا التحققات الميدانية والربط مع الجهات الشريكة. برنامج تكافل وكرامة فعلا قدر يغطي ويقلل من نسب الفقر في خلال الفترة اللي فاتت، وقللها بنسبة من ما يقارب من 5.2%. برنامج تكافل وكرامة قدر يقضي على الفقر المدقع اللي هو نسبته في المجتمع يعني لا تتعدى 3%، ووصل لمستهدفيه بنجاح. قدر يحقق استقرار للأسر اللي هي غير منتظمة الدخل، قدر ان يزود نسب التعليم داخل الأسر واستمرار أولادهم داخل المراحل التعليمية والمراحل الدراسية، طبعا بدعم ومساندة الأسر في النواحي التعليمية والنواحي الصحية لتكافل وكرامة. إن نسب الانتظام في الدراسة خلال الفترة اللي فاتت داخل أسر تكافل وكرامة كانت نسبة عالية جدا، ما حصلش تسرب بالتعليم يعني بنسب كبيرة جدا داخل أسر تكافل وكرامة في المرحلة اللي هي من 2015 حتى الآن. الأسرة حريصة جدا 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 إن ما تخرجش أولادها من التعليم، حريصة إن تتردد على المكاتب الرعاية الصحية. ده بنجاح للبرنامج بشكل كبير، ونقلة من دايرة الفقر للدائرة اللي هي الاستقرار والتمكين الاقتصادي والحياة الكريمة داخل أسر تكافل وكرامة. ممتاز. إزاي ساهم بقى برنامج الإصلاح الاقتصادي يعني في منح مساحة مالية لتوفير الدعم المطلوب للتوسع في هذه البرامج؟ طبعا برنامج الإصلاح الاقتصادي قدر فعلا أن يوفر للدولة المساحة المالية والقدر المالي أن نقدر نغطي جميع الأسر. ان طبعا في بدايه البرنامج كان يعني المخصصات الماليه للبرنامج كانت ما يقارب من 3.5 مليار جنيه مصري. دلوقتي وصل المساحه الماليه لحجم البرنامج السنوي اللي يعتبر ما يقارب من ازيد من خمس اضعاف. وصل دلوقتي قيمه الدعم النقدي لتكافل وكرامه ما يقارب من 20 مليار جنيه مصري. لو قارناها ب 2015 يعتبر يعني حوالي 6 أضعاف قيمة الدعم الموجود. طبعا الإصلاح الاقتصادي هو اللي قدر من خلال البرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تم في المرحلة اللي هي بدأت من 2016، من خلاله تم توفير بقى في من ميزانية الدولة. برنامج تكافل وكرامة دلوقتي بقى برنامج مؤسسي بيتم الصرف عليه من داخل ميزانية الدولة مباشرة. الدولة نجحت فعلا إن هي توفر الدعم النقدي ومستمر في مد مظلة الحماية الاجتماعية لفترات أخرى، لطبعا لتقليل حلقات الفقر والوصول للأسر الأكثر احتياجا باستمرار يعني توجهات الرئاسة ودعم الرئاسة المستمر للبرنامج تكافل وكرامة بتوفير وزيادة الدعم. الدعم زاد على مراحل، يعني كان مساندة الدولة مباشرة للبرنامج من 3.5 مليار في 2015 ل 17 أو 18 في 2018 ل 20 مليار في 2021. والدعم طبعا الدولة مستمرة لدعم شبكات الحماية وبرامج الحماية والأخص برنامج تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة. حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي 2019-2020 بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، دلالة ده إيه؟ دي دلالة إن نجاح الحكومة فعلا، ده بيدل دلالة كبيرة إن نجاح اللي بيحرص حرص الحكومة على التوسع في برامج مكافحة الفقر وتوفير منظومة متطورة شاملة لشبكات الحماية الاجتماعية، وبيدل طبعا بشكل كبير ومباشر ان الحكومه نجحت في تنفيذ المتقن لبرنامج الاصلاح الاقتصادي على توفير المساحه الماليه اللي هي دعم شبكات الحمايه الاجتماعيه. وطبعا باشاده دوليه من البنك الدولي بذلك ان البرنامج تكافل وكرامه نجح في ان هو يوصل لمستهدفيه، وقدر انه خلال الفتره اللي فاتت وان يوصل لكل المستحقين على مستوى الجمهوريه. وتغطية البرنامج بشكل كبير لكل الأسر داخل المجتمع المصري. أنا بشكر حضرتك طبعا على هذا التوضيح، ويعني معلومات مهمة بشكرك عليها دكتور ياسر عبد السلام،
مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي. نروح لملف المعاشات، واللي أيضا بيقع ضمن أولويات الدولة في ظل الحرص على زيادة المعاشات والاهتمام بأصحابها، وعكس ده تحويل ما يقرب من 345 مليار جنيه لصناديق المعاشات في 25 شهر لدعم أصحاب المعاشات، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لدعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم. معنا على تليفون دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور مساء الخير، وشايف إزاي حرص الدولة على الاهتمام بأصحاب المعاشات والعمل على زيادة الموارد المالية الخاصة بمعاشاتهم؟ أولا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك. أصحاب المعاشات في مصر في حدود حوالي 10.5 مليون مواطن تقريبا. هناك توجه من الدولة واهتمام بهذه الفئة التي يعني أفنت حياتها وشبابها في خدمة الوطن، وهو يعتبر نوع من أنواع الاستثمار في البشر. حرص واهتمام الدولة بدأ يتزايد في السنوات الأخيرة، ويمكن عظمه القانون رقم 148 لسنة 2019، وبدأت الدولة تتخذ إجراءات يعني هامة نحو توفير حياة آمنة وعيشة آمنة لأصحاب المعاشات. يمكن تمثل ده في الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات اللي بتبدأ في يوليو كل عام، واللي وفقا لنصوص القانون إنها بتزيد عن نسب التضخم المتعارف عليها أو التي يتم تحديدها سنويا. أيضا إنه تم إنصاف أصحاب المعاشات في صرف المجمد للعلاوات الخمسة اللي صدر بها حكم المحكمة في مصر. أيضا إنه تم سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة على أصحاب المعاشات. من قام بسداد هذه الاشتراكات حتى 17 أغسطس 2020 حصل على إعفاء 100% من المبالغ الإضافية المستحقة، وده يعتبر نوع من أنواع بعض الاهتمام بأصحاب المعاشات. يمكن استفاد من هذا الموضوع حوالي 32 ألف مواطن من أصحاب المعاشات. وأيضا من أهم المزايا اللي تم إعطائها لأصحاب المعاشات، أو مش هنقول مزايا، هي حقوق، أعتقد أنها حقوق وكانت مهمة جدا، أن مبادرة البنك المركزي المصري الحالية اللي موجودة للتمويل العقاري ممكن يستفيد منها أصحاب المعاشات، لأن هي بتعطي التمويل العقاري حتى سن 75 سنة، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لأصحاب المعاشات فتح البنوك للسماح لأصحاب المعاشات بالحصول على تمويل وقود من البنوك بضمان قيمة المعاش. فأعتقد ده برضه ميزة بيتم إطفائها وحرص واهتمام للدولة لأصحاب المعاشات. لو اتكلمنا بالأرقام، يعني تم تحويل ما يقرب من 345 مليار جنيه دكتور لصناديق المعاشات في 25 شهر لدعم أصحاب المعاشات، كلمنا عن هذا الرقم وتفسيرك له. هذا الرقم هو جاء نتيجة اتفاقية فض الاشتباك بين نظام التأمينات الاجتماعية وبين الخزانة العامة، واللي تم التوقيع عليها في يونيو 2019، وبمقتضاها قامت وزارة المالية متمثلة في الخزانة العامة بسداد مبلغ 345 مليار جنيه خلال ال 25 شهر الماضية. ده وده يمكن بدأت هي بتدفع شهريا مبلغ منذ توقيع اتفاق فض التشابكات ما بين وزارة التضامن الاجتماعي وما بين وزارة المالية، بما يضمن طبعا هذا المبالغ، والمبالغ بإذن الله لو التي سوف تسدد اعتبارا من الموازنة العامة الحالية اللي بدأت في 1/7/2021 وتنتهي يوم 30 يونيو 2022، هيكون الوزارة المالية سددت حوالي 180 مليار جنيه خلال هذا العام أيضا، وده بيضمن توفير سيولة مالية لازمة لدعم أصحاب المعاشات، الوفاء بالكامل لكل التزاماتهم. وأيضا أنه هيكون هذه السيولة هتعطي إمكانية لوزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تقوم باستثمار هذه الفوائد من المال بشكل كبير، بيعود بالنفع على تكوين صندوق. ويمكن ده تم الإعلان عنه من معالي اللواء جمال، اللي قال أنه هيكون هناك صندوق خاص باستثمار فوائد المالية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، ويتم من خلالها تدعيم حركة هذا الصندوق والاستثمار في شتى المجالات حتى المجال العقاري، ويكون هذه الفوائد وهذه المكاسب هتعطي ميزة كبيرة لأصحاب المعاشات ومن يستحقون التأمينات الاجتماعية. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، شكرا لك.
نروح لآخر خبر من تونس. أكد الدكتور رضا لاغا عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسية أن حركة النهضة انحرفت بمسار تونس وأن قيادتها تنتظرها مساءلة قضائية بسبب قضايا الفساد. الوقوف على آخر مستجدات الوضع التونسي معانا الزميلة درة مختار مراسلة إكسترا نيوز في تونس. درة مساء الخير، كلمينا عن آخر مستجدات الوضع لديك فيما يتعلق بالمساءلة القضائية لقيادات حركة النهضة الإخوانية. بك طبعا فيما يتعلق بآخر المستجدات تتمثل في وضع عدد من قيادات حركة النهضة تحت الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى تحجير السفر عن عدد من الشخصيات المهمة التي كانت في الساحة السياسية والتحري في شأنهم وكل من تعلقت بهم شبهات فساد. كما تعلمون أن القضية بالأساس تورط فيها سوى حركة النهضة وحزب قلب تونس ومبادرة عيش تونس مثلا في قضية الفساد المالي التي تعود هي بالأساس إلى فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية 2019، وقد نشرت وثائق تعلقت بعقود بين سياسيين وأحزاب مع شركات اللوبينج العالمية من أجل تقديم خدمات تهدف إلى الحصول على الدعم والمساندة والدعاية كذلك خلال الانتخابات، وهو ما يمنعه بتاتا القانون التونسي. هذه قضية من ضمن قضايا عدة صراحة، وقد تعهدت من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف هذا أو غيره. فتحت هذه الملفات، خاصة أنها هذه الملفات كانت تتمتع بحصانة، خاصة النواب يتمتعون بحصانة فلم تكن تفتح. إذن شاهدنا في وقت سابق الفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني أذنت بإجراء التحريات وأحيلت عدة ملفات على القطب المالي، علما أن العقوبات في مثل هذه الحالات تصل إلى منع السفر والتوقيف والتجميد الأموال وغيرها. وهذا ما شاهدناه اليوم، خاصة وضع قيادات حركة النهضة تحت الإقامة الجبرية وتحجير السفر عن عدد من الشخصيات الأخرى. على اعتقادي أن فتح هذه الملفات القضائية الكبرى في هذا الوقت بالذات سيعطي دفعا جديدا للقضاة والقضاء التونسي ككل، الذي عاش العديد من الضغوط واقترن بالعديد من الأسماء السياسية التي سعت في فترة ما إلى فرض نفوذ واسع على القضاء وسير القضايا. صراحة هذا ممكن الجانب الإيجابي جدا للقرارات التي تتخذ حاليا، سوى بإقامات جبرية على بعض الشخصيات أو تحجير السفر. خاصة هذه القرارات هي جاءت بالأساس بعد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25، وهي كانت قرارات مهمة واستثنائية. هنا نتوقع من خلال هذه الإجراءات وهذه التحريات وتحرك القضاء سيشهد القضاء تحررا نسبيا من عملية وضع اليد التي كان يمارسها عليه عدد من الأحزاب السياسية وخاصة وبالأساس حركة النهضة. وفي ظل هذا كل صراحة كل ما يجري الآن هو بالأساس جاء في سياق سياسي كامل وضغط شعبي، وقد طالب به الشارع التونسي بالأساس بكشف هذه الملفات وكشف تمويلات الأحزاب وخاصة التمويلات الخارجية. وشفنا ملفات عدة تورطوا فيها سوى حركة النهضة أو البعض، وهناك ملفات نسبت إليهم والقضاء أدى طبعا هذه في ظل هذه الملفات التي طرحت سواء على صفحات التواصل الاجتماعي أو غيرها من خلالها فتح القضاء التونسي هذه الملفات. وكما تعلمون القضاء التونسي شاهد الفترة الأخيرة معركة تحرر داخلي من أجل ضمان استقلاليته الكاملة حتى لا تكون هناك أي تقاطعات بين المال والسياسة في مختلف المواعيد المختلفة. وهنا ممكن سنشهد مسار سياسي جديد للقضاء التونسي ككل. طيب هل نقدر نقول أنه في جديد فيما يتعلق بقرب الإعلان عن الحكومة الجديدة درة؟
نعم، في إلى حد هذه اللحظة صراحة لم يتم إعلان أي شخصية، خاصة نتحدث هنا عن شخصية رئيس الحكومة الذي سيتكلف أو يطبق كل القرارات التي اتخذت. الأستاذ قيس سعيد كما شاهدته في الفترة السابقة، إلى حد هذه اللحظة يتم وضع تشكيل حكومة بالأساس وبالأول، وممكن سنشهد بعدها يمكن تحديد شخصية سياسية يتم الإعلان عليها. لكن في ظل هذا كله، طبعا شاهدنا في الفترة السابقة أنه تم هناك أسماء تطرح، هناك في الكواليس شخصيات سياسية متحزبة وأخرى تكنوقراط تتم طرح أسامي لتكون في هذا المنصب، منصب رئيس الحكومة. وشاهدنا تصدر مثلا اسم توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق منسق الحملة الانتخابية للرئيس سعيد، شفنا كذلك والذي أيضا سبق أن عين في حكومة إلياس الفخفاخ وزير الداخلية، شفنا الاسم الثاني كذلك الذي كان مرشح بالقوة فهو نزار عيش وزير المالية السابق بحكومة الفخفاخ، العديد والعديد من الأسامي صراحة، وزير المالية السابق حكيم حمودة كذلك. فهناك كانت توقعات كذلك ستكون ترأس امرأة في يوم 13 من أغسطس بما أنه مناسبة لعيد المرأة التونسية، لكن إلى حد هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن أي اسم. طبعا في انتظار كل جديد وكل إعلان سيتم عن طريق الأستاذ قيس سعيد. على جانب آخر ممكن ومهم وآخر المستجدات التي حدثت مثلا اليوم فيما يتعلق ب قرارات قيس سعيد التي لاقت تفاعلا من المجتمع الدولي، وهو ما أكدته الرسائل المرسلة من عدد من قيادات الدول والزيارات الرسمية لعدد من وزراء الخارجية. لكن القرارات كذلك اليوم لاقت تفاعلا كبيرا من التونسيين، وهذا ما أكدته آخر الإحصائيات الصادرة اليوم وفق مؤسسة سيغما كونساي المتخصصة في عمليات سبر الآراء التي أجريت وأجرت هذا الإحصائيات بالتعاون مع صحيفة المغرب اليومية. نشرت نتائجها اليوم الثلاثاء، وتمحورت هذه النتائج حول قرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها يوم 25 من يوليو، والمتعلقة بتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه وإقالة طبعا رئيس الحكومة هشام المشيشي وترأسه للسلطة التنفيذية، وحول نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وموقف التونسيين من الأوضاع الجديدة بالبلاد. في هذه الإحصائيات ووفق ما جاء في التخصص اليوم الذي صدر من قبل سيغما كونساي، اعتبر أن هناك 77.1% من المشاركين بالاستطلاع أن البلاد تسير في الطريق الصحيح. تمام. بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي أيدها تقريبا 94.9% من المستطلعين حسب قولهم، مقابل 87% أواخر الشهر الماضي. تمام. من التفاؤل. نعم. عايز أعرف إذا كانت تلاقي الدعوات التي يطلقها بعض السياسيين والبرلمانيين في تونس بحل البرلمان صدى لدى باقي القوى السياسية درة. نعم، هو ردود الأفعال والتصريحات عديدة صراحة جدا من قبل نواب من قبل أحزاب لازالت تتواصل إلى حد هذه اللحظة لحل البرلمان. على اعتقادي البرلمان حسب الشارع التونسي وحسب العديد من السياسيين، لا أعتقد أنه هناك رجعة لبعض النواب أو غيره، لأن هذا مطلب الشارع بالأساس، هو يريد قطع تام مع الفترة الماضية ومع كل من كانوا في الساحة السياسية من نواب من مسؤولين، يريدون قطع تمام، يريدون فتح جديد لمسار سياسي جديد. فيما يتعلق بردود الأفعال الأحزاب، مثلا اليوم شاهدنا طلبت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي الرئيس قيس سعيد، طلبته بالغلق الفوري لمقرات مثلا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس،
وجهت كذلك رسالة عبر حسابها بالفيسبوك للأستاذ قيس سعيد وتقديم طلب عاجل للقضاء لتعليق نشاط الفرع الاتحاد المذكور، وهي تطالب بعدة ملفات، وتطالب هي كذلك صراحة بقطع مرحلة الإخوان. ردود الأفعال لا زالت تتواصل، الكل يندد ولا يريد رجعة تماما سوى لحركة الإخوان أو النواب ككل. صراحة الشارع التونسي يريد قطع تام مع المرحلة السابقة، هو الآن يركز بالأساس على من سيترأس الحكومة، يريد أنه يريد البلاد أن تنهض سواء اقتصاديا سياسيا وصحيا، وشاهدنا حملات التلقيح المفتوحة التي صدرت وناقت صراحة فرحة من الشارع التونسي، خاصة بعد فترة انتظار طويلة لتلقي هذه التلقيح للنهوض ولإنقاذ الأرواح، خاصة مع انتشار دلتا المتطور في الشارع التونسي. صحيح، أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميلة درة مختار مراسلة إكسترا نيوز في تونس. قبل ما نختم فقرتنا الإخبارية حابة أني أكد على أن الحالة الصحية للزميل العزيز وائل إبراشي اتحسنت بشكل كبير، اتحسنت جدا وأصبحت مستقرة، والحقيقة أنه ناس كتير بتسأل عن صحة الزميل وائل إبراشي وبيبقوا مهتمين، محبة الناس طبعا شيء مهم، وناس كتير من جمهوره بيسألوا هو عامل إيه. الحقيقة أنه إن شاء الله هو يعني بيتحسن بشكل كبير، بنتمنى له السلامة وإن شاء الله هيرجع قريب لعمله بإذن الله. يعني خليني بس أقول لحضراتكم كل اللي بيسأل عليه هو إن شاء الله في حالة تحسن مستمرة، وبنتمنى إن إحنا نشوفه قريبا جدا على الشاشة، لأنه الحقيقة إحنا زملائه اشتقنا ليه بالتأكيد يعني جدا، وناس كتيرة جدا من جمهوره مستنيين لحظة ظهوره إن شاء الله في القريب العاجل على الشاشة. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نستكمل باقي فقرتنا. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. في الفقره دي هنتكلم عن مشروع تبطين الترع كاحد اهم المشروعات القوميه اللي بتنفذ في الوقت الحالي لتعظيم الاستفاده من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبه للقطاع الزراعي وتحسين حالة الري في المساحات المزروعة. للمزيد من التفاصيل معانا ضيفي في الاستوديو المهندس شحتة إبراهيم مساعد وزير الري للمشروعات القومية. مهندس شحتة مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا بك. ويعني لو ممكن في البداية بس قبل ما ندخل في تفاصيل الحديث ندي السادة المشاهدين فكرة عن أهم أهداف مشروع تبطين الترع. طيب يعني أهم أهداف المشروع القومي لتأهيل الترع، هو المشروع ده مخرج من مخرجات الخطة القومية اللي عملتها وزارة الموارد المائية والري لتلبية الاحتياجات المائية بالنسبة لكافة القطاعات المستخدمة للمية في مصر. الخطة القومية دي كانت بترتكز على 4 محاور، محور الترشيد، ومحور تنمية الموارد المائية، ومحور تحسين نوعية المية، ومحور تهيئة البيئة المناسبة. فمحور الترشيد انبثق منه المشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومي اللي احنا لسه هنبتدي فيه اللي هو تحديث منظومة الري. المشروع القومي لتأهيل الترع فوائد عديدة جدا. الفايدة الأولى للمشروع زي ما حضرتك قلتي، احنا بالمشروع ده بنقضي تماما على مشكلة عدم وصول المياه لنهاية الترع. طيب المياه ما كانتش بتوصل نهاية الترع ليه؟ لأن قطاع الترع اتشوه، لأنه بقاله أكتر من 100 سنة بيتم عمل صيانة عليه، فالقطاع بقى أكتر من القطاع التصميمي، بقى ياخد مياه أكتر. القطاع بقى في بعض الانسدادات اللي تمت في الترع نتيجة إلقاء القمامة والمخلفات في الترع، فكان المشروع ده بيستهدف إن احنا نرجع قطاع الترع للقطاع التصميمي اللي هي اتصممت من أجله علشان تشيل التصرفات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية. بوصول المياه لنهاية الترع فاحنا كده بنحقق عدالة توزيع المياه على الترع على كامل طول الترع. كان الأول المياه لما توصلش لنهاية الترع فالأراضي اللي فوق الترعة بتقدر تاخد حقها من المية مرة واثنين، والأراضي اللي في نهاية الترعة ما بتوصل لهاش مية. فدي أول فايدة وأعظم فايدة للمشروع القومي لتأهيل الترعة. الفايدة الثانية إن توفير المية لما بنأهل الترعة وبنوصل المية لنهاية الترعة، زمن المناوبة اللي احنا بنعمله عندنا، الترعة اللي احنا بنأهلها دي بيتم عليها حاجة اسمها المناوبة. المناوبة دي بيبقى فيها أدوار عمالة وأدوار بطالة، يعني الترع مش فيها مية طول أيام الشهر، بتفتح فيها المية فترة عمالة وفي فترة بطالة بنقفل عنها المية. ففترة العمالة ديت
كنا بنضطر ندي الترعة لو هي 5 أيام عمالة وعشر أيام بطلب في المناوبة الثلاثية، كان الخمس أيام ما بيكفوش إن احنا نوصل لمنهج الترعة، فبنضطر نديها أيام تعويض، نديها يوم أو يومين زيادة. مع التأهيل بقت المية بتوصل لنهاية الترعة في أسرع وقت ممكن، بدل ما كانتش بتوصل خالص بقت توصل في نفس اليوم، ممكن في ساعات قليلة 5 6 ساعات بتوصل لنهاية الترعة. وبالتالي كل الزمام اللي موجود على الترعة وكل المستخدمين للمية على الترعة بياخدوا حقهم من المية، وبالتالي أنا أقدر فترة المناوبة دي أقللها يوم، وده كله بيعمل على توفير المية في أو الاستخدامات المية. الفايدة الثانية اللي بعد كده تقليل الفواقد اللي كانت موجودة. طب الترعة اللي كانت قطاعها كبير ديت وكانت بتستوعب مية كبيرة، لما بنرجعها وبنصغر الحجم بتاعها فكمية المية اللي بتمشي فيها بتبقى أقل من الكمية الحالية قبل التأهيل اللي احنا بنضخها فيها، فده فايدة ثالثة لتأهيل الترعة. الفايدة الرابعة ان المشروع ده يعتبر من المشاريع الكثيفة العمالة. يعني المشروع ده احنا كنا في الاول فخامة الرئيس وجه ان احنا بنستهدف 7000 كيلو في المرحلة الاولى، لما بدأنا فيه التنفيذ وبدأت المستخدمين المية يحسوا بالنتائج بتاع المشروع فتوسعنا وبقى في مرحلة تانية اللي هي ان احنا هنوصل 20000 كيلو ترعة على مستوى الجمهورية. الترعة المستهدفة اللي هي في التأهيل ديت احنا بدأنا حاليا في المرحلة الثانية، يعني احنا خلصنا طرح المرحلة الأولى اللي هي 7000 كيلو، وصلنا لحوالي 8900 كيلو دلوقتي في مراحل الطرح. الفايدة اللي بعد كده بالنسبة للترعة، الحشاش اللي كانت بتنمو في الترعة نتيجة ان الترعة مش مبطنة والقطاع بتاعها ترابي، فكان بينمي فيها حشائش جرفية اللي هي البوص والحاجات اللي زي كده. الحشائش دي كانت بتستلزم ان احنا نعمل عملية صيانة متكررة للترعة، وده اللي ادى الى تشوه القطاع بتاع الترعة نتيجة الصيانات المتكررة لسنوات عديدة قبل كده، فابتدى الميول بتاع الترعة تتفتح وتستبحر ويبقى فيها تشوه وتاخد مية اكتر. احنا لما بنرجعها لحالتها الاصلية بالتبطين اللي بيتم بنقضي على موضوع نمو الحشائش دي، وبالتالي تكلفة الصيانة بتقل. طب تكلفة الصيانة بتقل لأن احنا خلاص مش هيحصل في نمو الحشائش، وبالتالي هنوفر تكاليف الصيانة اللي كنا بنصرفها على شبكة الترعة طول السنة. المشروع ده من أهم الأهداف بتاعته برضو إن المشروع ده كثيف العمالة، يعني المشروع ده بيوفر فرص عمل كبيرة. أكتر من 20 مليون فرصة عمل على مستوى ال 20000 كيلو اللي احنا هننفذه. برضه من الفوائد خمس عدد سكان مصر يعني. طبعا مشروع ضخم يعني. طبعا. طب معلش يعني سؤال، احنا شايفين قد ايه الدولة طبعا مهتمة بهذا المشروع، ده بيساعد ازاي؟ يعني فكرة ان المشروع بيحظى باهتمام كبير من الدولة، ازاي بيساعدكم انكم تقدروا يعني تنجزوا بشكل اسرع، تنجزوا ايضا بجودة عالية في هذا المشروع؟ احنا طبعا يعني اول ما صدرت التوجيهات الرئاسية بالبدء في المشروع وضغط البرنامج الزمني للمشروع، بل المشروع ده هو كان حلم لينا احنا كمهندسين ري، لان احنا كنا يعني من اول ما دخلنا وزاره الري احنا بنحلم بان احنا نشوف الترعه بالشكل اللي موجود ده، ويمكن ده من اكبر المشاريع على مستوى العالم، ما شفناش دوله بتعمل مشروع بالحجم ده على شبكه ترعة، تعتبر من اقدم شبكات الري في العالم كلها. عملنا خطه محكمه ان احنا نقدر مع ضغط البرنامج الزمني الواجب بالرئيس، بدل ما كنا احنا المفروض ان احنا بالامكانيات اللي كانت موجوده قبل كده ان المشروع ده ممكن يتنفذ في حوالي 10 سنين، ففخامه الرئيس وجه ان المرحله الاولى اللي هي ال 7000 كيلو ديت تخلص في سنتين. احنا نجحنا في السنه الاولانيه ان احنا ننتهي من طرح ال 7000 ودخلنا في المرحله الثانيه. عشان احنا نوفي بقى بالخطه وان احنا نقدر ننفذ الخطه في المواعيد المحدده، لجأنا لطرق كثيره جدا في التنفيذ، نوعنا في نوعيات التأهيل اللي موجوده، توسعنا في عمليات الطرح بالنسبه للعمليات، كل كافه طرق الطرح بالنسبه اللي حددها القانون مشينا فيها، شغلنا صغار المقاولين. يعني برضو مين من مميزات المشروع ان هو يعني عمل صف جديد من المقاولين، لان احنا برضو في ترعة صغيره وترعة كبيره،
فتنوعنا في طرق الطرح، ابتدينا نطرح عمليات صغيرة على قد المقاول الصغير يقدر ياخدها ويخلصها بسرعة، وطرحنا عمليات كبيرة للشركات اللي هي الفئة الأولى، ممكن شركات تاخد عمليات فئة أولى فوق 150 مليون جنيه العملية. فتنوعنا في المقاولين اللي بتنفذ والشركات اللي بتنفذ المشروع، تنوعنا في الطرق بتاع التأهيل، ما استخدمناش طريقة واحدة، ضغطنا البرامج الزمنية بتاع العملية، بدل ما العملية ممكن كانت تبقى مدتها سنة ونص أو سنتين، ابتدينا نضغط البرنامج الزمني بتاعها ونخليها على حسب الحجم بتاعها. لو عملية صغيرة زي ما بنقول اديناها لمقاول صغير، بقينا نعمل مدتها الزمنية البرنامج الزمني لها شهرين ثلاثة، وبالتالي الترعة بتخلص في الشهرين ثلاثة، وبينقل المقاول بعد كده ايه، بيخلص عملية وبنطرح جديد فبيخش في عملية جديدة. فاحنا عندنا اكتر من 750 مشروع حاليا شغالين على مستوى الجمهورية في الموضوع ده. ده حجم عمليات رهيب جدا، منتشر على مستوى الجمهورية، اكتر من 20 محافظة احنا شغالين يعني على التوازي في جميع محافظات الجمهورية، في كل المحافظات الزراعية اللي موجودة في مصر متواجدين، في كل محافظة، في كل مركز، في كل قرية. طبعا كل ده نتيجة ان احنا شفنا ان المشروع واهميته، ابتدينا نحط البرنامج او الخطة الزمنية ان احنا ننفذه في الايه، في التوقيتات المحددة. التوقيت ده مهم، فكرة كمان يعني التوقيت اللي بيتنفذ فيه المشروع اهميته ايه، بيضيف ايه كمان، ولاي مدى احنا كنا محتاجين ده في هذا التوقيت تحديدا يا باشمهندس؟ هو المشروع اهميته في التوقيت اللي احنا فيه، هو احنا طبعا لا يخفى على حضرتك ان احنا عندنا تحديات في مجال المياه، ان مواردنا المائيه اقل من احتياجاتنا بكتير، طبعاً يعني احنا يعني الموارد الموجوده عندنا لا تتعدى ال 60 مليار متر مكعب في السنه، سواء مياه سطحيه بتجينا عن طريق النيل او مياه امطار او سيول او يعني جزء بسيط من المياه الجوفيه، لكن احنا احتياجاتنا وكافه قطاعات الدوله اللي هي بتستخدم المياه، سواء قطاع الزراعه اللي هو المستخدم الاكثر للمياه، اللي بيستخدم اكثر من 80% من الحصة المائية اللي موجودة عندنا، قطاع مياه الشرب والزيادة السكانية اللي احنا فيها، المشروعات التنموية اللي الدولة فاتحة فيها في كل المجالات دي، كل دي بتحتاج مياه، مفيش مشروع مفيش تنمية إلا بتحتاج مياه. وبالتالي كان لازم المشروع ده، أنا بقول لحضرتك احنا عاملين الخطة ديت من 2017 باصين احنا احتياجاتنا او استهلاكاتنا المائيه لغايه 2037 احنا محتاجين ايه. وبالتالي بدانا في المشاريع زي ما بقول لحضرتك، مشروع التاهيل بقى زائد مشروع تحديث انظمه الري زائد مشاريع اخرى اللي هي بقى ايه، تنقيه او معالجه مياه الصرف واعاده استخدامها مره ثانيه، عشان اقدر اوفي العجز بين الموارد وبين الاحتياجات. احنا الاحتياجات بتاعتنا اكتر من 80 مليار واحنا الموارد 60، ففي 20 مليار ده اللي هو غير المياه الافتراضيه اللي احنا ممكن بنستوردها من بره، يعني الاحتياجات الاجمالي الاحتياجات بتاعتنا فوق ال 114 مليار متر مكعب واحنا عندنا 60 مليار، فتخيل حضرتك الفرق ده. طبعا فلازم يبقى في مشاريع تغطي العجز اللي موجود. ممتاز. طيب انا هستاذن حضرتك مهندس شحته ان احنا نروح نشوف هذا التقرير عن المشروع القومي لتبطين الترع بالمحافظات ونرجع نكمل حوارنا، خلينا نشوف. يعد مشروع تبطين الترع أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي، ويمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكل عام وللقطاع الزراعي بشكل خاص. هنا في محافظة سوهاج إحدى محافظات صعيد مصر يتم العمل في المشروع على قدم وساق لتنفيذ أعمال تبطين 123 ترعة بنطاق المحافظة بطول 335 كيلومتر وبتكلفة 964 مليون جنيه. تم الانتهاء من تبطين 21 ترعة منها بطول 90 كيلومتر. وفي محافظة قنا ينفذ المشروع على مراحل، بدأت المرحلة الأولى في قنا وقوص ونجع حمادي. بالنسبة لمحافظة قنا، احنا عندنا المحافظة لغاية دلوقتي جاري العمل في 384 كيلو أو 385 كيلو تقريبا باستثمارات 1 مليار و 294 مليون، واتنفذ من ال 284 كيلو تقريبا تنفذنا 75 كيلو. وبصراحة ده مشروع يعني للأجيال القادمة،
هيؤدي الى حسم مشاكل المياه والمحافظه على نوعيه المياه والعداله في التوزيع. توجيهات رئاسيه متواصله من اجل سرعه الانتهاء من مشروع تبطين الترع، والذي يمثل اول تطوير حقيقي للقنوات والترع منذ انشائها حفاظا على موارد مصر المائيه. مرة تانية بنرجع لحضراتكم مهندس شحت إبراهيم، مرة تانية أهلا بيك. وقولنا المشروع ده هينعكس إزاي بقى على الأمن الغذائي في مصر؟ هو طبعا كون إن أنا يعني أوفر الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه في الدولة، فده بيمكننا إن احنا نقدر نفتح مشاريع زي ما قلت لحضرتك تنموية جديدة. زي ما حضرتك عارفة إن احنا فتحنا مشاريع جديدة في الفترة الأخرانية، معالجة مية الصرف وإعادة استخدامها مرة تانية، في مشاريع عملناها في شرق الدلتا، مشروع بحر البقر، وده يمكن في خامة الريس هيفتتحه قريب. ده بنعيد استخدام مية حوالي 5.6 مليون متر مكعب مية يوميا، علشان بنزرع بيهم حوالي 470,000 فدان موجودين في سيناء. بدأنا في مشروع جديد اللي هو دلوقتي مشروع الدلتا الجديدة، ده حوالي 1,000,000 فدان. طبعا كل دي حاجات بتضيف للرقعة الزراعية في مصر. تخيلي حضرتك ان مشروعين كبار زي كده بيضيفوا حوالي 1.5 مليون فدان للرقعة الزراعية، عشان نقدر نسد الفجوة بين الغذائية بتاعتنا، بدل ما بنستورد القمح والعملة الصعبة، فنقدر يحصل اكتفاء ذاتي، ويمكن يبقى في تصدير بالنسبة للايه للمنتجات الزراعية بتاعتنا. ف يعني كل المشاريع دي الهدف منها زي ما قلت لحضرتك هو التنميه، كل التنميه قايمه على الميه، وبالتالي احنا لازم كل اي مشروع هيقدر يوفر لنا اي متر مكعب ميه احنا حاطينه قدام عينينا وبننفذه، على اساس ان احنا نستقطب كل الحاجات ديت ونعيد استخدامها تاني ونعمل بها. احنا من زمان ما كانش في مشاريع توسع اتعملت، في الفتره الاخيره ديت ابتدينا نبص على الحاجات ديت ونبتدينا نجمع المياه دي ونعمل بيها مشاريع جديده، يعني تقريبا في شرق الدلتا، غرب الدلتا، وسط الدلتا، وفي جنوب الوادي كمان، يعني في مشاريع كتير جدا مفتوحه دلوقتي. ممتاز. اهم التحديات والصعوبات اللي بتواجهكم ايه وبتتغلبوا عليها ازاي يا باشمهندس؟ هو اهم التحديات اللي مواجهنا بصراحه يعني، ويمكن برضو يعني ابتدت الناس تحس باهميه المشروع، كان هو موضوع التعدي على الترع وعمل المخلفات. كانت في الناس بتبني على جسور الترع، الناس كانت بتلقي المخلفات بتاعتها في الترع، كانت الترع هي تعتبر مقلب القمامه للناس. الناس لما اتعمل مشروع التاهيل والترع بقت يعني بالشكل اللي احنا بنشوفه ده شكل مبهر، بقى الفلاح او المواطن نفسه بقى يتكسف يعني يلوث في الترع او يرمي المخلفات بتاعته. ده كان التحدي اللي موجود عندنا. طبعا احنا عندنا يعني في اعلام مائي، في عندنا اداره مركزيه للاعلام والتوجيه المائي في الوزاره، بتعمل ندوات على مستوى الجمهوريه، على مستوى المحافظات كلها، بتوعي الناس باهميه المجاري المائيه ديت، وان المجاري ديت يعني هي شرايين الحياه اللي موجوده في مصر، ان هم لازم يحافظوا عليها عشان كل مستخدم للميه يقدر ياخد حصته بالكميه المناسبه وفي التوقيت المناسب. فيعني ده التحدي اللي كان موجود عندنا. بالتاهيل الحمد لله يمكن برضو كان من فوائد المشروع تحسين نوعيه الميه، ابتدت نوعيه الميه اللي في الترعه ابتدت تتحسن، لان كان بيرمي اي مخلفات او اي صرف في الترعه، خلاص الترعه اتقفلت وبطنت، ما بنزيل كل المخلفات الموجوده دي واحنا بننفذ. لو في مباني او في اي حاجه على الجسور بتتزال واحنا بننفذ، الناس نفسها هي اللي بقت تعاوننا، الناس نفسها بقت يعني بتستعجل التنفيذ، بيتصلوا بينا ليه الترعه عندنا ليه لسه ما بداتش، فالناس حست باهميه المشروع وبالتالي ابتدت تحافظ على ممكن على نقول ان المشروع بيساعد على توفير وتقليل النفقات كانت الموجوده المتزايده من صيانه الترع، من نزع الحشائش، من اصلاح ما يتم افساده طبعا، من سوء استخدام مثلا. طبعا ما ده من الفوائد اللي في الاول قلت لحضرتك عليها، ان هو بيوفر في تكاليف الصيانه. صح. احنا شبكه الترع يعني كانت بتكلف حوالي 650 مليون جنيه صيانه في السنه. احنا مع الموضوع مع موضوع التاهيل ده ممكن ما نستخدمش مثلا 100 مليون جنيه صيانه في السنه بالنسبه للحشائش الغطسه او الحشائش او ان كان في ترسبات،
اما الحشاش الجرفيه اللي كانت بتبقى في المول دي خلاص مش هتطلع تاني، فتكلفه الصيانه يعني انخفضت اكتر من 70% في 80% يعني. ده برضو كان من فوائد المشروع يعني. على اي اساس بيتم اختيار المحافظات اللي بيتم العمل فيها عن غيرها يعني او قبل غيرها؟ هو احنا ما فيش، احنا كل احنا بدانا 7000 كيلو كان الاول اسم المشروع بيستهدف الترع المتعبه. الترع المتعبه اللي هي زي ما قلنا اللي هي ما كانش بيصل المال للنهايات بتاعتها، فاحنا استهدفنا المرحله الاولى الترع اللي كانت اكثر شكاوي بتجيلنا فيها، اللي ما كانش بتوصل من نهايه الترع. دول كانوا 7000 ترع، 7000 كيلو كنا حاصرينهم بدانا بيهم. دول منتشرين على مستوى الجمهوريه، احنا حددنا معايير معينه ان احنا نختار بيها الترع ديت، اللي هي الترع اللي عليها المنوبات، اللي هي الشبكه اللي بنقول عليها شبكه التوزيع اللي بيحصل عليها زي ما قلنا دور عماله ودور بطاله، هو ده اللي احنا استهدفناه. اما الترع الرئيسيه اللي هي الرياحات والترع الكبيره ديت ما هياش مدرجه في خطه التاهيل. المعني عندنا اللي هي ترعة التوزيع اللي هي بيتم عليها المناوبة أو البطالة والعمالة، لأن هي ديت اللي بتوصل المية للمزارع. أما الترعة التانية دي بنسميها الكارير أو هي حاملة للمية فقط، وما يعني ما نقدرش نعمل فيها تأهيل لأن التيار فيها مستمر، بنسميها تيار مستمر المية فيها طول العام زي نهر النيل كده، فما بنقدرش نعمل فيها تأهيل. فالتأهيل احنا على فكرة برضو احنا من ضمن التحديات اللي كانت موجودة ان الشغل بيتم مش بيتم كل الايام، احنا بنقول ايه في دور عماله المايه موجوده في الترع ما نعرفش نشتغل والمايه موجوده، فبنضطر نشتغل في الايه في الايام البطاله اللي هي الترع ما فيهاش فيها مايه. يعني لو قلنا في 5 ايام الترع فيها مايه و10 ايام بطاله، احنا بنبطل الخمس ايام اللي هم فيهم مايه وبنشتغل في ال10 ايام، فاحنا مش شغالين في الترع طول الايام، بنشتغل في ايام البطاله فقط. وده برضو كان من ضمن التخطيط اللي احنا عملناه، ان احنا لما نيجي نشتغل او نيجي نطرح العمليات ننظم بحيث المقاول يبقى معاه ترعه موجوده في دور الف، ترعه في دور ب، ترعه في دير جيم، بحيث الترعه اللي هي فيها دور عماله لما يقف فيها ويبطل شغل تلاقي ترعه ثانيه في العقد بتاعه فيها دور بطاله يروح ينقل عليها، لما تفتح المايه في الترعه ديت يسيبها ويروح ينقل على بحيث المقاول او الشركه المنفذه تبقى شغاله طول ايام الشهر. في حين ان الترعه هل نوع التبطين بيختلف من ترعه الاخرى يا باشمهندس؟ طبعا طبعا. احنا جربنا ايه اللي بيحدد بقى؟ نوعيه التربه. يعني الاختلافات ايه؟ نوعيه التربه اللي موجوده، التربه الرمليه غير التربه الطينيه، يعني احنا استخدمنا التبطين بالدبش والخرسانه العاديه اللي فوقيه، استخدمنا تبطين خرسانه مسلحه، استخدمنا تبطين خرسانه عاديه وتحتيها حاجه اسمها رمل مثبت، يعني نوعنا حسب نوع التربه وحسب الجسات اللي بتتعمل قبل ما بتبتدي في التنفيذ، بيتم عمل جسات وبيتحدد نوع التبطين المناسب لنوعيه التربه دي وبنعد العقد على كده والمقاول بيحط الاسعار بتاعته على كده. المشروع ده المفروض يعني بعد الهدر اللي كان بيحصل في الميه المفروض بعد ما ينتهي بقى يوفر قد ايه؟ هو هيوفر قد ايه؟ احنا بالفعل احنا يعني عندنا دراسه احنا لسه شغالين فيها ما انتهتش، لكن بقدر اقول يعني احنا عملنا فيها مرحله، انا عشان اقيم الترعه واقول هتوفر قد ايه بالظبط ادينا الكلام ده للمركز القومي لبحوث الميه ان هو ياخد مجموعه من الترع ويقيس التصرفات المائيه اللي كانت بتخش في الترعه دي قبل ما نبطنها. وبعد ما نبطنها ونأهلها يقيس التصرفات بتاعتها، فأنا لا أقدر أقيم قبل وبعد. فإحنا لغاية دلوقتي لأن المشروع برضو لسه سنة بادئين في سنة ولازم يمر عليها نفس الظروف ونفس الـ الوقت ونفس نوعية الزراعة عشان يبقى التقييم صح، فإحنا دلوقتي يعني تقريبا في حدود سنة، فالمؤشرات بتقول يعني في حدود 10%، لكن المؤشرات النهائية لازم ننتهي من 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 التقييم بطريقه سليمه يعني في نفس التوقيتات. يعني انا قست في الصيف الترعه دي بتاخد قد ايه، لازم اقيس في الصيف اللي بعديه. ما ينفعش اقيس في الصيف وبعد التاهيل اروح اقيس في الشتاء لان الاحتياجات في الشتاء اقل، فهيبقى التقييم هنا مش ما هوش مدي رقم صحيح او هيبقى كاذب. فلازم معايير التقييم تكون في نفس التوقيتات ونفس نوعيه الزراعات، ليها يعني شويه معايير لازم نستوفيها. ممتاز. طب التعاون بقى مع المحافظات والعمل على الارض عامل ازاي؟ شكله ايه؟ شكل التنسيق ما بينكم وما بين المحافظات؟ طبعا احنا بالنسبه للتعاون مع المحافظات احنا في بروتوكول عملناه مع وزاره التنميه المحليه
للمحافظة على الترع دي بعد ما احنا نأهلها كده؟ احنا قلنا التحدي اللي كان موجود ان الناس كانت بتتعامل مع الترع والمجاري المائية بقسوة شوية وكانت بتتخلص من مخلفاتها في الترع، فابتدينا نعمل البروتوكول ده وابتدينا يبقى في تنسيق بيننا وبين المحليات ان الترع اللي احنا هنأهلها اولا داخل الكتلة السكنية لازم يتحط بقى في صناديق قمامة الناس تتخلص من المخلفات بتاعتها في الصناديق ويتم نقل دي للمقالب العمومية. داخل الكتلة السكنية برضو احنا ابتدينا نعمل اسوار على او على على شارب الترعة بحيث المواطن ما يقدرش يرمي حاجة جوه الترعة، مجرد ان هو هيطلع من بيته هيلاقي فيه صندوق قمامة هيحط القمامة بتاعته فيه، تيجي الوحدة المحلية تنقل للمقلب العمومي. برضو بالنسبة لو في عندنا مخالفات موجودة واحنا بننفذ طبعا في تنسيق بيننا وبين أجهزة المحافظات والحكم المحلي بان يساعدونا في إزالة المخالفات دي، في تنسيق بيننا وبين الشرطة على أساس ان احنا نقدر نوصل للقطاع اللي احنا مصممين عليه الترعة ونقدر ننفذ. ففي وفي لجان طبعا ده سؤال مهم، في لجان بقى بتروح بعد كده بعد ما تنتهي تبطين ترعه من الترع، يعني بتروح ان هي تتابع بعد كده تتاكد انه ما يحصلش بقى اي سوء استخدام ليها من بعض المواطنين، يعني بحيث نحافظ على الانجاز اللي تم فيها. واحنا عندنا لجان يعني في كل عمليه او كل مشروع شغال له لجنه او مجموعه من المهندسين بتباشره وبتتابعه، لكن بعد ما بنخلص عندنا احنا في الهيكل بتاع وزاره الميه والمياه والري منتشر على مستوى الجمهوريه، في تقسيمات ري موجوده وتقسيمات صرف، في عندنا حاجه اسمها هندسه ري موجوده في كل مركز، في مهندس موجود، المهندس ده معاه الضبطيه القضائيه، ده بيمر على الترعه لو في اي مخالفات بيرصدها، بياخد الاجراءات القانونيه، بيبلغ النيابات العسكريه، بتبقى في اجراءات. وفي احنا طبعا حصل برضو في الفتره الاخرانيه كان في قانون الموارد المائيه او قانون الري القديم اللي هو اللي كنا احنا شغالين بيه، كانت العقوبات فيه قليله جدا. في 2015 في الحمله القوميه لانقاذ نهر النيل برضو كان فخامه الرئيس عملنا قانونين جداد، قانون 113 و114 غلظوا العقوبات بتاعة التعدي على المجاري المائية وتلويث المية، ووصلت العقوبة ل 50,000 جنيه في المخالفة والحبس، والعقوبة دي بتتضاعف في حالة ان هو يقدر ان هو يرجع يعمل المخالفة تاني. احنا برضو ما اكتفيناش بكده، ما احنا كان لازم يبقى فيه يعني مجموعة من الاجراءات وحزمة من الاجراءات شغالين فيه. عملنا قانون الموارد المائية الجديد ده كان لسه الاسبوع اللي فات اتوافق عليه في الجلسه مجلس التصويت النهائي بتاعه في مجلس النواب، وهو دلوقتي فطور الاصدار من الرئيس، ده برضه غلظنا فيه العقوبات جدا، لان كانت العقوبات القديمه غرامه 50 جنيه 20 جنيه، فالناس كانت طبعا من امن العقوبه اساء الادب فكانوا بيخالفوا ومفيش حد يعني بيرتدع. العقوبات دلوقتي اتغلظت وبقى فيها عقوبات حبس وبقت توصل لجنحه فيها حبس، وبالتالي احنا يعني بنهب اهالينا ان هم يعني يحافظوا على المجاري المائيه دي وعلى المورد المائي اللي موجود، لان طبعا المعنى ان انا لو عندي ميه وملوثه ما هي كانها مش موجوده طبعا، فاحنا يعني مش عايزين لا كم ولا نوع ناثر في الايه في المورد بتاعنا. طيب خلينا ننتقل بقى لتطوير نظم الري، خطه الدوله ايه يا باشمهندس في تطوير نظم الري في المساحات المزروعه حاليا؟ احنا قلنا بقى عندنا مشروع تأهيل الترع وعندنا مشروع تاني اللي هو تطوير نظم الري. احنا بدأنا بخطة اسمها خطة المليون فدان. المليون فدان ده كان مقرر ان هو يزرع ري مطور وكانوا خلفه القانون وزرعوا ري بالغمر، عملنا معهم اجراءات وحصرنا الكلام ده، طلعوا حوالي 1,020,000 فدان، دول عملنا فيهم اجراءات ومخالفات وتبديد ميه، والناس التزمت ورجعت بنظام الري اللي هو كان اشترى الارض عليها ان هي ري مطور وحولها الري بالغمر، رجع تاني دلوقتي حولها لري حديث. دول بالنسبه لمليون فدان. عندنا في 3.7 مليون فدان بقى، دول اللي هم موجودين في وادي الدلتا اللي هم باقي الارض الزراعيه اللي هي موجوده، دول احنا بنستهدف تحديث نظم الري فيهم. طب التحديث اللي هيتم هيبقى عباره عن ايه؟
التحديث اللي هيتم. احنا كدولة اهلنا الترعة خلاص، في حاجة اسمها مسقة، المسقة دي تعتبر زي ترعة صغيرة بتاخد من الترعة اللي احنا اهلناه. التحديث اللي جاي ان احنا هنأهل المسقة نفسها اللي هي بتخش جوه ارض المواطن نفسه، بحيث ان منظومة الماء كلها تكون ايه اتحدثت، الترعة اتأهلت، المسقة اللي هي كانت هي المسقة دي ملك المواطنين مهيش املاك عامة، وكان الصيانة بتاعتها بتقع على عاتق المواطن نفسه، فكان الفلاحين او المواطنين بيهملوا في صيانة المسقة دي، وبالتالي المية ما بتوصلوش، بيطلع فيها حشايش وبتتردم والمية ما بتوصلوش. فاحنا عشان نكمل المنظومة قلنا نأهل المسائي ديت، بحيث لو طلقنا المية في الترعة المية تخش في كل المسائي توصل لكل آخر نقطة أو آخر أرض موجودة على الايه على الترعة. ده بالنسبة لتحديث نظم الري. طيب بعد كده تحويل بقى الري من ري بالغمر للري الحديث. فاحنا عملنا خطة ديت احنا، وفي بروتوكول اتوقع لسه برضو الخميس اللي فات ده لا إلا بيه، بين ثلاث وزارات، وزارة الري، وزارة الزراعة، وزارة المالية، والبنك الأهلي والبنك الزراعي، البروتوكول ده عشان المواطن برضو، دي حاجة الدولة قدمتها بالنسبة للمواطن عشان نقدر ننفذ الخطة بتاعة 3.7 مليون وما يبقاش عندنا أرض تانية بتروي ري بالغمر، كله يبقى نظم ري حديث. البروتوكول ده التكلفة بتاعته حوالي 60 مليار جنيه، الدولة هتقدمهم قروض للمواطنين، والقروض دي بدون فايدة، وزارة المالية متحملة الفايدة بتاع القرض، وكمان ما اكتفناش بكده، لا ادينا برضو المواطن فترة سماح 10 سنين، يعني يسدد القرض بتاعه على 10 سنين. رصدنا لكل فدان حوالي 15,000 جنيه عشان يأهل المسقة بتاعته، يعني احنا كدولة اهلنا الترعة، هو يأهل المسقة بتاعته ويحاول نظام الري اللي موجود في ارضه من ري غمر ري حديث بالمنظومة كلها اكتملت بقرض ب 15,000 جنيه على 10 سنين بدون فوائد، الفايدة كلها تحملتها الدولة. فده احنا لسه البروتوكول ده متوقع، وكان النهاردة عندنا ناس من جمعيات على اساس ان هم متقدمين للبنوك ان هم يبتدوا يفعلوا القرض ويبتدوا ينفذوا يحدثوا منظومه الري الموجوده في الارض بتاعتهم. هل هيتم تدريب المزارعين على استخدام اليات الري الحديثه؟ طبعا طبعا، هو على فكره الفلاح ذكي جدا، وفي ناس محوله لري حديث يعني من قبل ما احنا نطلب كده، لانهم عارفين فوائد الري الحديث كتير، يعني عارفين العائد الاقتصادي عليه قد ايه. الري الحديث طبعا بيوفر له عماله، بيوفر له مصاريف التشغيل بتاع او الانتاج، بيوفر له في الاسمده، بيزود له في الانتاجيه، يعني الارض الفدان اللي بيزرع بالري بالغمر انتاجيته اقل من الفدان اللي بيزرع ري حديث. اي فلاح حول ارض من ري بالغمر ري حديث بيقول لك انا عندي الانتاجيه زادت حوالي 30-40%، زائد ان تكاليف التشغيل او تكاليف الزراعه نفسها قلت اكتر من 70%، يعني بيكلف حوالي 30%، فكل ده بينعكس، يعني اللي هو هيصرفه على تحديث نظام الري في الارض بتاعته هو عارف الفوائد بتاعته، وبالتالي هو يعني كان بس ناقصه ان الدوله تقول له اتفضل ادي القرض، وادي القرض بدون فايده، يبتدي هو يشتغل. لكن الناس اللي كان عندها ملاءه وتقدر تشتغل كانت شغاله بدون المبادره دي، لكن الدوله خلاص يعني قالت خلاص لازم نحول كل ال 3.7 مليون فدان اللي ري حديث، فابتدت تقدم الدعم للمواطن عشان ايه تكتمل المنظومه. انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس شحت ابراهيم مساعد وزير الري للمشروعات القوميه، حضرتك شرفتنا يا فندم. العفو. بشكرك وبشكر حضراتكم. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع ونستكمل باقي فقرات حلقتنا ونروح لمواجهتنا الثانيه مع الكاتبه الصحفيه الاستاذه فريده الشوباشي، استنونا.
أهلا بحضراتكم من جديد. هنتكلم عن عدد من الملفات والقضايا اللي بتهم كل مواطن مصري مع ضيفتي الكاتبة الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي عضو مجلس النواب. منورانا أستاذة فريدة. شكرا، أنت اللي منورة الدنيا كلها. الله يخليكي. خلينا نبدأ ب يعني مبادرة حياة كريمة، هذه المبادرة الكبرى اللي بتعكس قد إيه الدولة مهتمة بالإنسان المصري، وعايزة فعلا أتوقف مع النقطة دي أو يعني أمام النقطة دي معاكي أستاذة فريدة. فكرة أن الدولة مهتمة جدا ببناء الإنسان المصري، مهتمة كمان ببناء الإنسان في الريف المصري ومنحه حياة كريمة هو بيستحقها فعلا، شايفة إزاي يعني هذا الاهتمام الكبير من الدولة؟ أنا شايفة أنه في قائد اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده كان معانا في الثورة، صح؟ في ثورة يونيو، وكان متأكد ان احنا وصلنا لمنتهى الاحتمال يعني، وخلاص مش قادرين. فهو لما جه قدنا وقال فوضوني، هو مش جاي كده، مش ما كانش جاي عشان يحكم، كان جاي عشان بيحب مصر. ودايما بفكرك وبفكر كل المشاهدين بالكلمة الرائعة اللي قالها في البداية، إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى. طب إزاي وهي ضعيفة وهي منهكة وهي بتضرب وهي محاصرة؟ لا، وهي قوية وهي بترجع تاني. علشان كده ده رجل بينظر للإنسان كإنسان، والمصري طبعا بالنسبة له إنسان، مش حد كده قاعد يلا بتاع. نص الشعب المصري وزيادة شوية عشان النص عايش في ظروف يعني متردية يعني ومهينة. وده الفلاح، ده اللي بنى مصر، ده اللي هو مصر معتمد عليه، اللي بيزرع وبيقلع وبيأكلنا فشوفي لما ده يبقى عايش بلا صرف صحي وبلا مياه نقية وبلا بيوت محترمة وبلا 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 حتى مكسب، يعني قصدي يعني ما فيش اي دخل له. فالنهارده هذا الرجل، هذا القائد المصري اللي انا رايي انه هديه من ربنا المصري، يعني لما جه هو قرر انه مصر ترجع تاني. ترجع ازاي من غير كرامه؟ صعب. يعني الانسان لما يبقى عايش كريم، يعني مسكن محترم، بياكل وقت ما هو يعني يشبع وجباته تشبعه، يبقى عنده دخل، يبقى بيبني، يبقى حاسس انه له قيمه. انت عارفه اللي ما بيعملش حاجه خالص ده بيحس انه ملوش قيمه، انه شيء كده مرمي مهمل. لا، النظره للانسان المصري اللي هي يعني بت بت يعني بت بتغرقه في الكرامه وفي الحياة الكريمة، دي نظرة عظيمة بالنسبة لمصر، ونظرة وطنية جدا جدا جدا. لأن أنت لما بتهملي جزء من الشعب بتاعك خلاص هو بيحس أنه لا ينتمي إلى البلد يعني. فالحياة الكريمة هي اللي بترسخ الانتماء، هي اللي بتوسخ الانتماء، هي اللي بتعمقه، هي اللي بتخليه أنا النهاردة لما أجي عايشة في بلدي وبلدي بتكرمني وبلدي يعني بتهتم بيا وبإنسانيتي وبولادي وبتعليمي وبصحتي وبكل حاجة، طب يعني ما احبهاش ازاي؟ اكيد. طب شايفه ازاي اهتمام الرئيس كمان بتنفيذ مشروع القومي، يعني وحرصه على تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري في 3 سنوات يا استاذه فريد؟ طبعا، لانه هو بيحط، انت عارفه احسن حاجه أنا قلت لك قبل كده واتفقنا أنا وإنتي، إن هو متابع جيد. يعني هو دي حقيقة فعلاً. هي دي الفرق. إنتي عارفة لما حد يقول لك طب أنا هعمل كذا، وبتلاقيه دايماً عارف التفاصيل كله وبيتناقش مع المسؤول وهو عارف التفاصيل. بالظبط كده. إنتي عارفة ذاك النهار في حاجة قالها، والله العظيم حسيت إن أنا يعني بجد يعني مش عارفة أقول لك، يعني حتى اختيار كلامه، في واحد عنده 5 بنات وولد 6، فبيقول له يعني انا يعني حضرتك يعني هتزعل مني او حاجه كده، قال له لا انا هزعل عليك. شوفي، لانه ما فيش مخ في تنظيم الاسره والانجاب. المهم انه طيب. هو ففكره تطوير قرى الريف المصري في 3 سنوات، في 3 سنوات احسن حاجه في هذا الرجل انه يحط دايما برنامج
والوقت الزمني بتاعه وامتى يخلص وبيتابع. فاللي معاه كلهم بيشتغلوا كلهم، لان اذا كان هو بينامش هم هيناموا، مش هيسيبهم يناموا يعني، هيصحيهم طول الوقت. فهو النهارده لما يقولك مثلا مثلا كمان يعني من اعظم الحاجات اللي حاصله دلوقتي اللي احنا عايشينها ولازم نعيها جيدا ولازم نبقى فخورين بيها، ان هو اخر السنه دي مش هيبقى فيه عشوائيات في مصر. ففي حاجات يعني هو بيحط لها جدول زمني، بيحط لها مدى زمني ولازم تخلص في الوقت ده. فهو لما قالك الحياه الكريمه ممكن يعني الريف يقعد بقى، يقول لك ان شاء الله يعني لما يحصل بقى حلني زي ما بنقول احنا. لا، هو حدد لهم الميعاد. عشان كده حتى الريف المصري يعني رغم فرحته دلوقتي او مع فرحته، هو كمان مستعد للبناء ومستعد انه يساهم في كل مشروع الرئيس بيقول عليه. فدي حاجه يعني لاول مره يمكن من 40 سنه أبناء الريف حسوا أنهم مصريين. حد بيبص لهم صح. حد فكرة متابعته للتفاصيل يا أستاذة فريدة، إزاي ده بيدي أهل الريف فعلا فرصة أنهم يحصلوا على أفضل الخدمات؟ أكيد. شوفي أقولك على حاجة، يعني أنت حتى مع ابنك وبنتك مثلا، يعني لو أنت ما بتمشيش وراهم، هي ذاكرت عملت إيه، عملت الواجب بتاعك، رحت شفت كذا، عملت يعني، عارفة ازاي؟ ما هو لو هتسيبيه كده هيحس ان هو مش لا يعنيكي يعني. لا، هو بيقول كل مصري يعنيني، كل مصري وكل مصرية يعني معايا، انا جاي هنا عشان ارجع مصر تاني للمصريين. احنا ما كانتش مصر بتاعتنا، مصر اتفرقت على شوية ناس في الاخر. لا، دلوقتي هو بيرجع لنا مصر، فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا. ولما بيرجعها لنا احنا بنديله ده يعني ايمان بيه وبقيادته وكل اللي بيطلبه مننا. انت شوفي مثلا المثل اللي كل الجرائد بره بتكتب عنه وهتتهبل عليه، حكاية حفر القناة السويس الثانية، المدى الزمني قد ايه والاسهام المصري قد ايه يعني ماليا والقوه كمان. لا، هو بيعمل حاجات يعني. شوفي هقول لك على حاجه، يعني هو النهارده ليه هو قوي جوه على الداخل يعني. يعني انا ساعات اقول كده، اقول يعني لو جه واحد وقال لي ازاي تحبي راجل بيعمل لكم بيشيل العشوائيات ويعمل لكم مساكن حلوه، تقولي له ايه؟ ازاي تحبوا راجل بيعمل لكم مصانع في كل حته وبيوطن الصناعه في مصر علشان يبقى احنا مش هنبقى دوله كبيره من غير صناعه؟ ازاي تقولي له مثلا المدن اللي بتتبني الجديده دي؟ كل ده يعني، ما هو احنا ده راجل ما بيتكلمش، بيقولش انا بعمل وانا بسوي وانا لا، بينفذ على طول، بينفذ صح، واحنا بنشوف. فيعني ازاي من امنش ان احنا هنوصل للي هو عايزنا نوصل له. طيب قولي لي كمان استاذه فريده، شايفه ازاي بقى الجهود اللي بتقوم بيها الدوله نحو التمكين، ويمكن تحديدا عايزه اتكلم عن تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. نعم. شوفي هو برضو زي ما بنقول، هو دايما الخطوات بتاعته خطوات عمليه، يعني زي ما انت قلتي كده بينفذ، وبعدين احنا بنشوف اللي بينفذه. احنا بنشوف شباب لاول مره منذ زمن طويل ما شفناش الا يعني ناس قدي ويمكن اكبر كمان ساعات مني يعني اللي قاعدين على الكراسي. لا، النهارده انت بتشوفي شباب بيبقوا نائب محافظ، بيبقى نائب وزير، بيبقى في الـ في الـ في البرلمان. شوف البرلمان في نسبة كبيرة من الشباب. يعني عايزة أقول إن الشباب دلوقتي والشباب قادر على القيام بالمسؤولية وبيقوم بيها كما يجب، ودي حاجة برضو تخلي الإنسان يثق في إن هذا الرجل عارف هو بيعمل إيه وعارف هو بيتجه لمين. فأنت عندك الشباب النهاردة كده، وعندك الشباب النهاردة بيقوم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعندك الشباب النهاردة يعني بيقوم بالتكنولوجيا الجديدة. يعني كل ده الشباب بيقوم بيساهم في نهضة مصر
الصناعية والاقتصادية والسياسية. وطبعا اجتماعيا ده بيبقى مكانة محترمة، غير اللي قاعد ما بيعملش حاجة، اللي ما لا بينتج ولا بيساهم بأي جهد. طيب يعني ده بالنسبة للشباب وتمكينهم. المرأة بقى بنشوف المرأة في أعلى المناصب خلاص دلوقتي، وبنشوف قد إيه هي ممكنة سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، اهتمام كبير جدا بالمرأة في كل المجالات، وشايفينها زي ما قلت في أفضل المواقع. ده بالتبعيث زي خلال السنوات الأخيرة أستاذة فريدة، وأهمية ده إيه وانعكاسه على أي مجتمع، أن المرأة تكون ممكنة وبتعامل طبقا لكفائتها مش طبقا للنوع. طبعا طبعا، ده النوع ده خلل في الدماغ. لانه النهارده انت عندك كام وزيره؟ عندك 7-8 وزيرات يعني. صحيح. الوزيرات اللي عندنا بيقوموا بشغل على اكمل وجه، ومش وزارات مش صغيره يعني العمل فيها ممكن نقول ابسط، لا مفيش طبعا وزاره العمل فيها بسيط، ولكن وزارات مهمه وتقيله كان بيشيلها رجال قبل كده فقط. بس وكمان ايه بقى؟ طب ايه الكفاءه اللي بتقوم بيها المراه النهارده في الوزاره؟ يعني وزيره التخطيط مثلا ده حاجه مش معقوله يعني. طبعا وزيره الصناعه اللي قاعده النهارده يعني بتنفذ كل الفكر بتاع الرئيس في حكايه الصناعه، وانه توطين الصناعه في مصر، وانه ترجع تاني. والحقيقه مش بس الوزارات يعني، في كل المناصب الدوله مهتمه بالسيدات. أنا جاي لك يعني بقى شوفي، انا هقول لك انا الرئيس ليه اهتم بالمراه وليه وثق فيها، لان المراه هي اللي طلعت الجيل بتاع 30 يونيو. دايما اقول لك كده، هم الشباب انتوا طلعتوا بيه اللي رباكم، مش احنا اللي ربيناكم. طيب لما ربيناكم وطلعتوا حافظتوا على مصر وعلى حدودها وحميتوها من التفتت ومن التشرذم، هي دي حاجه صغيره؟ فهو عارف ان المراه المصريه هي اللي فضلت يعني حضنه المبادئ المصريه والقيم المصريه الصحيحه والحقيقيه، واللي هي ربة الشباب ده اللي هو بيعتمد عليه النهاردة. طيب عايزة أروح لأيضا اهتمام الدولة بالسكن الكريم، توفير سكن كريم للمواطنين. أهمية فكرة فعلا أن المواطن يبقى عنده بيت ومسكن يليق بيه وبإنسانيته كمواطن في مصر، ده أهميته إيه؟ طب يعني شوفي أنت، لما يبقى واحد قاعد في مسكن في العشوائيات ومفيش سقف، فينزل عليه مطر او يدخل له تعبان او يعني اي حشرات اي حاجه، يبقى مستباح، تبقى حياته مستباحه لاي شيء او اي شخص حاجة. كمان طيب. لما هذا الانسان اللي كان بيحس يعني ان كل حاجه ضده وكل حاجه بتشكل عبء على كتافه، يعني حتى شرب الميه مثلا ما كانش بيقدر عليه بسهوله، يعني احنا شفنا الحته اللي فيها ترومبات وفيها يعني ما فيش حتى ميه واسطه، يعني لما يسكن في سكن زي اللي بنشوفه النهارده ده، يعني مباني محترمه وكمان مفروشه، خدي بالك يعني انا اللي شفته كله كان مفروش. فلما يبقى ده ينتقل من جب يعني وبطن بقره زي ما كانوا بيسموها الى مكان غير ادمي للسكن، تقصدي سكن ده. أنا من أكتر الحاجات اللي رأيي إنها تتكتب في التاريخ بحروف من ذهب هي تخليص مصر من العشوائيات السنة دي. العشوائيات دي كانت حاجة مهينة. ده حلم طال انتظاره يا أستاذة فريدة. طبعاً طال وخلاص انتظاره. إحنا آخر السنة دي مصر إن شاء الله خالية من العشوائيات. 95% صحيح. خلاص حصل. يعني اتطورت وبقى وراحوا الأماكن بتاعتهم وراحوا المساكن الجديدة والمفروشة حلو، مدن وسعداء مدن. طبعا كاملة يعني متكاملة فيها كل الخدمات فيها كل وكل فيها الاحتياجات، نادي وفيها عيادات مستشفيات، فيها احتياجاتهم فيها كلها للمعيشة الكاملة كل حاجة. فطبعا طب دول بقى يعملوا ايه؟ دول يتبسطوا ولا لأ؟ يحبوا البلد دي ولا لأ؟ ما هو على فكرة الكارثة اللي حصلت لنا في شبابنا، بعض شبابنا يعني اللي اخترقوه قوى الشر بالكلام وبالفلوس وبالإغراءات وبالتشويه وكل الحاجات دي، كان لأنه ولا بيشتغل ولا حس إن البلد بلده. يعني لما بدأ يشتغل وينتج ويحس إنه هو بيحقق ذاته، على فكرة الـ 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 المكسب الاقتصادي يعني الواحد بيكسب حياته، أنا مجربة ده
بيدي ثقة في النفس طبعًا شديدة جدا طبعًا طبعًا. يعني وكان مرة كان بيتكلم جمال عبد الناصر عن المرأة وإنها تحصين المرأة، يعني كانوا بيتكلموا على تحصين المرأة طبعا لبسه، قال لهم تحصين المرأة إنها تشتغل وتكسب، لما يبقى عندها استقلال اقتصادي هو ده اللي بيحصنها، وده فعلا من أجمل الحاجات اللي اتقالت. يعني طيب أنا عايز أروح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا الجهود اللي بتقوم بها الدولة من أجل توفير فرص لهؤلاء الشباب إن هم يقيموا مشروعاتهم الخاصة ويبدأوا يكبروا شوية بشوية. قولي لي شايفة المشروعات دي وأهميتها إيه؟ لا أنا شايفة المشروعات دي طبعا في غاية الأهمية من حيث ما ستنتجه يعني، بس من أهم النقاط اللي في تيسيرات بياخدوها الشباب يعني في ايوه من اهم انجازاتها كمان انها هتخلي العبقريه والابداع بتاع الشباب المصري يطلع بقى، يعني لما هيلاقي نفسه ماسك دي كده مثلا كده هيبقى هو بيشوفها بالابداع اللي عنده، لان هو الاول كان خامل، لا دلوقتي بيشوف حاجه ممكن يخليها اكبر، ممكن يخليها اعلى، ممكن يخليها أعمق، على حسب يعني دايما هيبقى فيه تطوير. وعلى فكرة مصر مع عبد الفتاح السيسي دي مصر اللي جاية مش اللي راحت، دي مصر اللي جاية، مصر اللي جاية بالأجيال اللي جاية كمان، لأن بيتزرع فيها قيم دلوقتي كنا افتقدناها، كانت موجودة على فكرة لكن اتشالت شوية كده للأسف بعقود برضو فترة مش بطالة يعني مهببة يعني، لكن الحمد لله دلوقتي أنا النهاردة بخلي كل طاقة في مصر بتساهم في بناء مصر، وخصوصا الرهان على الشباب. أنا لسه كاتبة مقال قايلة فيه كده إن هو راهن على الشباب ورهانه اتضح إنه صح، يعني فعلا طلع إن هو كان على يعني حقيقي وصح 100% وشاف قدامه واللي شافه بينفذه دلوقتي. يعني النهارده لما شاب بيجي مثلا وهو بيعمل الشغل بتاعه، حتى لما يبتدي في مشروع صغير كده وبعدين يبتدي يكسب ويكبره، هيشغل 2 معاه وبعدين يكبره تاني هيشغل 10 معاه، واخد بالك؟ يعني هو ده اللي هو هيخلي الانتاج مفيش حد يبقى كويس او يتقدم او يبقى ليه اي قيمه من غير انتاج. طبعا لازم ينتج، فالانتاج هو كلمه السر اللي عرفها الرئيس السيسي وبينفذها دلوقتي. تمام. وبينفذها الشباب والكبار والصغيرين وكل فرد في مصر حاسس باهميه هذا الموضوع. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا للكتابه الصحفيه الاستاذه فريده الشباشي عضو مجلس النواب، شرفتينا. شكرا يا حبيبتي. شكرا ليكي استاذه فريده، وبشكركم واشوفكم ان شاء الله يوم السبت القادم، اما بكره فتكون معاكم زميلتي لما جبريل. استنوها.